حوارنا اليوم حوار مثير للغاية ومهم جدا جدا جدا، وفي أجزاء منه ممتعة لأنها الحقيقة فيها مفاجآت كبيرة. لكن خليني أقول لكم حاجة مهمة قوي قوي قوي. إحنا عندنا في الطب في حاجة في جدار أي أورجان، جدار بتحميه من إنه ينفجر، بتحميه من إنه يرابشر. رابشر دي حاجة خطيرة جدا، عضلات نفسها. وكلنا عارفين كلمة فتقة، هرنية، دي مشهورة جدا، دي في الجراحة وفي الحياة، كل واحد يقول لك هرنية فتقة يعني ضعف مش عارف إيه والكلام ده كله. في حاجة في النسا مهمة جدا اسمها نيش. نيش، والنيش ده قصة مهمة، قصة في جدار الرحم. ده من ضمن ده واحد من التوبكس المهمة، بس أنا حبيت النهاردة أبدأ بالحتة دي عشان هنفهمها النهاردة بالتفصيل، لأن احنا اتكلمنا عنها في محاضرة قديمة، ضيف العزيز اتكلم عنها في محاضرة قديمة، بس النهاردة هنزود الفهم والوعي لأنها حتة صعبة جدا. الجدار لما بينفجر أو لما بيضعف ويبدأ يحمل بقليلة أو يبدأ يعمل تجويف داخل التجويف أو يبدأ يعمل نوع من الفت زي ما أنا بقول، لازم أسأل نفسي أسئلة كثيرة جدا وأسألها النهاردة. هل العيب في الرحم أساساً إن هو جداره ضعيف؟ هل العيب في اللي قفل الشغل من الأول؟ هل العيب في إنه ما اتبعش؟ هل في استعداد جيني؟ هل في مشاكل وراثية؟ هل المسألة يعني الحكاية النيش دي يعني بتزيد ولا هي ثابتة من الأول، ولا اكتشافها بقى هو الجديد؟ دي أسئلة كثيرة. النهاردة يوم مهم جداً جداً، لأنه مش بس إحنا نتكلم على النيش، أعتقد إحنا نتكلم على حاجات كتيرة ومفاجآت كتيرة. وعنوان المفاجآت زي ما أنا شايف في الليكتشر الهامة جداً اللي توجدت في العالم كله، شافها وأوروبا تحديداً شافتها بشكل كبير في خلال الأسابيع اللي فاتت، إنه في حاجات كتيرة بقت uncommon. uncommon يعني غير شائعة. الله، وإنت كنت فاكرها شائعة، إيه حكاية بقى اللي كان غير شائع وبقى شائع؟ الله، ده كلام مهم قوي. النهاردة ضيفي طبعا العزيز الغالي، الاسم الكبير في عالم النساء والتوليد، وصاحب المفاجآت والأداء الرشيق في الشرح التعليمي والتنوع. وفي حاجة مهمة جدا تلاحظوها، النقل الحي المباشر لكل حاجة بتحصل، وكأن احنا جوه زي ما بيقولوا ترس كبير جدا من العلم بيدور، ومن العمل العلمي بينتقل إليكم بشكل مباشر. ضيف العزيز الخبير العلمي الكبير الأستاذ دكتور سيد الأخرس. الأورام الليفية ممكن تكون مسؤولة عن الالتصاقات داخل الحوض. ما نقتلش بنت لسه ما اتجوزتش ان احنا نستنى عليها اوعى تعملي الورم الليفي. ولما يكبر ده كبر لازم نشيل الرحم. الايجابيات معناها ادي الثقة للمريض المصري والمريض العربي في الطب المصري. احنا عاوزين يحصل بجد تغيير في سلوكياتنا نتيجة وعينا. أقصى من المرض تخلي اللي حواليك عنك، وبجد نحس بالآخر، إن الآخر أنا وأنت. بنطمن أي حد إن في أمل دايما موجود، خصوصا بعد العملية بإذن الله. الولادة هي الأمل. الأستاذ الدكتور سيد الأخرس، استشاري أمراض النساء والحقن المجهري وجراحة المناظير وأطفال الأنابيب، الحاصل على الزمالة الأمريكية لجراحة المناظير المتقدمة والمساعدة على الإخصاب، عضو الجمعيتين الأوروبية والأمريكية للخصوبة، عضو الجمعية العالمية لجراحة مناظير النساء، والمؤسس لمستشفى الأمم، والمؤسس لأول مركز متكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجرة في الشرق الأوسط، أحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوطن العربي.
طبعا اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز الغالي الاستاذ الدكتور سيد الاخرس. اهلا بك يا دكتور سيد. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الدكتور سيد لسه وصل من تركيا وجاب لي ملبن. الحمد لله. طبعا الحمد لله على السلامه. شيء مهم جدا انيوال كونجرس، المؤتمر الذي تقابل هو ايست ميت ويست، يعني الغرب يقابل الشرق. ده ملتقى مهم جدا ومؤتمر مهم لجزء مهم قوي من العلم في عالم النساء والتوليد الغربي والشرقي. تمام. الانيوال كونجرس كان فيه كثير من البيبرز والمحاضرات والخاصة بالأمم. أنا قدامي أربعة وعايز أسمع منك القصة أو الملخص بتاعهم وبعدين ندخل فيهم بالتفصيل. طيب، هو طبعا المؤتمر السنوي في تركيا زي ما أنت مسكت، هو المؤتمر الأوروبي السنوي للمناظير النسائية المتقدمة. المؤتمر سنويا بيعقد في كل دولة أوروبية تبقى موجودة تحت رئاسة طبعا المنظمة الأوروبية لعلوم المناظير النسائية المتقدمة. الهدف أن كل سنة خلال السنة اللي قبليها بيبقى عندك مرضى، المرضى دي بيتحولوا إلى علم، العلم ده بيسطر وتنزل إلى تحول إلى دراسات، الدراسات دي عشان يستفيد منها البشر على العموم والأطباء على الخصوص. بمعنى ايه؟ تطلع توصيات لمرض ما يطلع بشكل معين، زي مثلا بطانة الرحم المهاجرة، مدى انتشارها قد ايه، وايه اسباب انتشارها تدرس، وايه تيجي تدرس بقى من ناحية الطبية ومن ناحية التقنية ومن ناحية فرص تقليلها ورجوعها مرة اخرى، وليه الجينات بتقول ايه، الوراثة بتقول ايه، ايه بعض الادوية اللي ممكن تقلل من ظهورها، وبعض الادوية اللي تقلل من انتشارها، وبعض الادوية اللي تقلل من انتقالها. المرض ده ليه موجود عندي نوعية من البشر اكتر من نوعية اخرى؟ هل هو موجود هو مرض عالمي ولا مرض محلي موجود في مثلا الاثنيك جروب مثلا، او يعني هل ليه خاص بالأجناس عن أجناس، وليه خاص بلون عن لون، ولا هو مرض يونيفيرس عشان البيئة والتلوث البيئي والتحول اللي حصل في الجينات والكروموزومات وغيره، ولا إيه؟ طيب، بنتكلم على الجراحات ومدى انتشار الجراحات. لو في مرض ومرض جراحي يعني يستحق ان هو يخرج من جسمك جراحيا، في طريقتين، الطريقة التقليدية فتح البطون، والطريقة المتقدمة مناظير، سواء المناظير اللي بقى منتشرة انتشاره والناس بقى تفهم يعني ايه مناظير جراحية، او المناظير الانسان الآلي المساعدة كمان على التخلص من المشاكل بقى. والمقارنة ما بين يعني قتل بحثا المقارنة ما بين المناظير الجراحية والجراحة التقليدية، ولو كان الجراحة التقليدية لابد منها، وهي فعلا في جراحات لابد منها تكون جراحة تقليدية، يعني لابد من فتح البطون في جراحات تقليدية، ولكن هل الجراحات التقليدية اللي بتبقى موجودة في مستوى في مستشفيات مثلا لذات إمكانيات كبيرة واستعداد ضخم ومهارات عالية، هل ممكن تكون زي مثلا إمكانيات في مستشفى ما أو مكان بعيد نائي ما فيهوش نفس الإمكانيات؟ هل السيركمستانسز أو البيئة المحيطة لأثناء جراحة تقليدية موجودة واللي ممكن تكون في صعبة وممكن يكون في نزيف وممكن يكون في تلوث وممكن وممكن وممكن، وبعد كده المرأة دي هتحتاج انها تتفتح بطنها مرة اخرى، ده الجراح اللي فتحها اول مرة احيانا بيتهرب يفتحها تاني مرة من صعوبة المشكلة اللي هيواجهها، لانه هو عارف كان في بطنها ايه، هو عارف كان لم الرحم ده بالعافية اللي انفجر او كان في خراج جوه او صديد جوه، وفتح البطون يؤدي الى التصاقات مرة اخرى. طب تخيل بقى لما تيجي مرة تانية ومحتاجة تتفتح او اتفتحت مرة او اتنين او تلاتة، وتعذر بعد كده انها تتفتح بسبب او الاخر، وتفاجئ انها المرأة دي حامل، وتبقى عندك مشكلة بقى تكمل حملها ولا تنهيه. طب هتنهيه ازاي اذا كان اصلا هي حملت بقت في مشكلة؟ لو نهيته هتنهيه فاجينال يعني هتنهيه عادي من تحت، ولا هتفتح البطن مرة اخرى؟ طب لما تيجي تولد قيصرية هل هي هتبقى ليها استعداد خاص وامكانيات خاصه، ولا الموقف هيبقى ازاي؟ كل ده بيطرح في الاذهان والنقاشات، وبتبقى في بعض الامراض اللي محتاجه مالتي سنتريك ستادي. يعني معنى ايه؟ احنا مثلا في دراسات بتبقى طالعه سي مثلا من الامم او من اماكن اخرى في مصر موجوده بالتعاون مع مركز اخر زي في تبليسي
عندنا مراكز يعني عدة دراسات مشتركة عشان تقول مثلا ايه لو انت عندك مثلا 100 حالة خدت دواء معين او عملت اجراء جراحي بشكل معين و100 عيانة برضو عملت نفس الاجراء في مكان اخر وفي مركز اخر في دولة اخرى، يتجمع الدراسات عشان تقول الرؤى المختلفة في اماكن مختلفة بنفس التقنية طلعت مفهوم جديد للطب يغير المفهوم القديم او يأكد المفهوم القديم، او يبقى عندك مدارس مختلفة للاخراج لمرض واحد. عشان احيانا بيحصل جدل، وده جدل دايما محمود، يعني لما كان يقول لك في الفقه الديني اللي هو ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبالتاكيد يفقهه في العلم، لان حتى لما كنا بنقول في الدين اختلافهم رحمه، يعني اختلاف المذاهب رحمه. بمعنى ايه؟ لما اختلفوا المذاهب بقى في اخراج للمساله الفقهيه برؤى مختلفه عشان يستفيد بها الانسان اللي عنده في الاخر خالص حته دايليما مش عارف يخرج ازاي، فبياخد الايسر احيانا عشان يخرج من بالفتوى الدينيه. كذلك الفتوى العلميه ساعات بيبقى المخرج مختلف، والناس عشان بسيطه احيانا فتلاقي مثلا ايه ده في التصاقات، انت هتعمل العمليه؟ ساعات تعمل العمليه عشان ايه؟ عندها التصاقات. هتفك الالتصاقات، هتفكها بجراحه؟ ما من العبث والجنون ان يكون المرض جاي بسبب جراحه وتفكه بجراحه، يعني بمعنى ايه؟ حتى لو كانت الجراحه بالمناظير ما بالعقل كده. فنيجي نقول ايه هنا بقى؟ لما بيحصل التصاقات، بتحصل التصاقات زي ما انت قلت في المقدمه، هل نتيجه ان المريضه دي عندها استعداد مفرط ان لما يحصل جرح فيها سواء سطحي او داخلي ان يحصل التصاقات، يحصل تليفات، يحصل كيلويد بره فيحصل التصاق جوه؟ طيب، ولا كانت بسبب ان ظروف العمليه نفسها في مشكله؟ يعني بمعنى ايه؟ بتفتح في خراج، فنفس في انفكشن، في تلوث موجود اصلا وانت شغال، ولا بسبب قله خبره الجراح اللي بيتعامل مع المرض الموجود، ولا احيانا استخدام بعض التقنيات اللي ممكن تكون من غير ما تشعر هي سبب اصيل في وجود الالياف والتليفات اللي موجوده. يعني يحصل حاجه اسمها ايه؟ فورين بودي رياكشن، يبقى كأن انت عملت عمليه جراحيه كويسه جدا والمريضه كان استعدادها للالتئام كويس جدا، ولكن التالك باودر اللي كان موجود على الجوانتي كان شويه زايد، او كانت فتة تطلع من الشاش اللي موجود مثلا، او تعرضت الامعاء لهواء اكتر فيحصل نوع من فورين بودر اكشن، او احيانا تفضل غرزه موجوده ويحصل كور من الالتصاقات حواليها ومن الامعاء والمنديل البطن وهو، ويفضل مشكله رهيبه مش هتخلص ابدا الا لما تفك الالتصاقات وتخرج تخرج الجزء ده. فتعملت دراسات ما بين، وده اللي هنشوفها باتباع، الدراسات ما بين المقارنه ما بين جراحات المناظير والجراحات التقليديه، ونشوف الاسباب ايه ليه المناظير بتتفوق على الجراحات التقليديه. ليس هنا من وجهه نظر احاديه، ولكن من وجهه نظر عامه فيها شموليه. بنتكلم برضو على ان بعض الامراض النادره اللي ممكن تكون موجوده وتكتشف بالصدفه اثناء انها تقابل المينيمال انفيزيف سيرجن، جراح اللي بيتعامل بالمناظير التدخل القليل ولكن الرؤية الأعمق والأوسع والأرحب، وبنطلع مثلا سي مرض كان في ممكن تكتشف أنه هو في الآخر غير اللي كان متشخص من الأول، وتيجي تفتح مثلا تلعب بالهريسة زي ما اتكلمنا، ويطلع في حالة تانية زي مثلا شفنا في حالات أخرى لمرضى موجودين من تركيا، ومتبليس تطلع هيداتي سيستي موجود على الانترنال إلياك، وكان أول مرة تتشخص في مكان ده غير متعرف عليه ان هو في الكابن. الهيداتيس السيستي كان منتشر في العراق. فتبقى موجوده فتكتشفها، يبقى معنى كده كمان المناظير اكتشفت حاجات، وما ينفعش نطلع بقى مرض ويطلع وانا من رؤيه طبيبي انه كان شايف ان ده مرض حميد مش محتاج انه يتحلل. ما فيش حاجه اسمها انه مش محتاج انه يتحلل، اي حاجه تخرج بره الجسم لابد من تحليلها، مش عشان نعرف انه سرطان ولا حميد.
عشان نعرف هو المرض نفسه، عشان نعرف اذا كان هيتكرر ولا لا، هو جه ليه، وبعدين فرصة رجوعه هتبقى قد ايه. بنتكلم برضو على لما احنا بنيجي نقول بطانة الرحم المهاجرة، بطانة الرحم المهاجرة، بطانة الرحم المهاجرة، وبعدين كلمنا على بطانة الرحم المهاجرة وقلنا تشوكلت سيست، تشوكلت سيست، الناس عارفة تشوكلت سيست، وعارفة ان التشوكلت سيست موجودة على المبيض، والتشوكلت سيست الموجودة على المبيض دي بتأذي المبيض وبتأذي مخزون المبيض وعداد المبيض. لو اعتبرنا ان المبيض ده فيه عداد، والعداد ده بيقول ان حجم البويضات او كميه البويضات الموجوده تقضي سنوات من العمر بشكل معين، فالمرض بطانه الرحم المهاجره بيلعب في العداد ده كانه بيزور فيه لانه بياكل من رصيده. طب لما تيجي تعالج، ده انت لما تيجي تعالج هتعالج ايه؟ هتشيل الكيس اللي موجود. طب انت بتشيل الكيس بالتاكيد ممكن كمان تلعب في العداد وتنقص رصيده. طب ايه الدراسات اللي ممكن في الاخر خالص برضو لما شلت الكيس ممكن يبقى فيه شويه نزف موجود في المبيض، طب توقف النزف ده بايه؟ الطرق المختلفه لوقف النزيف، هل هتعمل كي؟ هل هتحط بعض المواد اللي تعمل هيموستاتيك وتعمل كواجيليشن؟ هل هتعمل خياطه؟ هل هتستخدم ليزر؟ ايه التقنيات المختلفه وتاثيرها على حاجتين، رجوع المرض وعلى الاوفينيال ريزيرف والاحتياطي الرصيد الاستراتيجي للمبيض اللي موجود عشان يقضي الخصوبة ويقضي فرصة الحمل مرة أخرى. تعالى في عجالة كده نستعرض وبعد كده نرجع نقول إحنا كنا عاوزين نوصل نقول إيه، بس خطوة بخطوة. هنروح دلوقتي للمؤتمر، لكن أنا برضو عايز أقول لشباب الأطباء الأربعة توبكس مهمين جدا: البيزار لوكيشن أوف ذا بيلفيك بلير ديزيز ميت ذا مينيمال انفيسيف سيرجن، دي كانت توبكس، واليورينري تراكت اندومتريوز از نوت ان انكومن فايندينج. الامر مهم جدا اللي هو بطانة الرحم المهاجره في المثانه البوليه منتشره. هل هي منتشره ولا احنا ما كناش نعرفها، ولا دكتور الجراح النساء التقليدي ممكن تواجهه بس هو يمر عليها مرور الكرام وما يبقاش واقف عندها ويتخيلها؟ وهل هيفضل دكتور النساء التقليدي ما يقف عند مرحلة انه ملوش علاقة بالمثانة البولية والحالب، ولا هي يعني جينيتو يورينري يعني جينيتو يورينري تراكت اللي هو خاصة بال يعني اليورينري تراكت خاصة بالمرأة؟ فانت المثانة البولية والحالب جزء اصيل وفي عملياتك الجراحية فلابد انك تقرب منها اكتر. اها، التالتة دي مهمة جدا ودي مثيرة، دير لابراتومر دير لابراتومايزر تشيك يور نايف، تشيك يور نايفز، دي مثيره يعني اعزائي جراحي فتح البطون خلي بالكم من سكككم او مشرطكم يعني. مشرطكم ماشي. وبعدين بعدين حته بقى تهمني انا قوي في البطنه، ذا افكت اوف هيموستاتيك ميسوس اون ذا اوفيريان ريزيرف فولوينج اندومتريوزيس اكزكيوشن. طبعا ده مهم قوي طبعا. هنشوف القصه ماشيه ازاي، لان اكيد احنا قاصدين العرض ده وبكثافته عشان نقول ان المرضى مش مجرد ان المريض دخل وخرج وكشف وراح. المريض ده بيتأرخ وبيرصد وبتشوف افكت الجراحات على مستوى العمر، ده كم مريضة عملت منظار جراحي وفي الاخر حملت. ليست الفرحة شخصية ليها او لطبيبها، ليها او للتيم المتعارف عليه، ولكن عشان تقول دراسات قد ايه نسبه النجاح اللي ممكن تتم بعد مناظير جراحيه للتعامل مع مثل هذه الامراض، سواء كانت اورام ليفيه او بطانه رحم مهاجره او التصاقات، وتاثيرها بعد كده، وتاثير المرض ده لما تيجي تقول هتعمل بعد كده مثلا مناظير عشان تساعد مريضه اتفتحت بطنها أكتر من 16 مرة والمريضة دي بتعمل حقن مجهري وما بتحملش، عارف ليه؟ عشان عندها ارتشاح في الأنابيب لبطن مفتوحة 6 مرات 7 مرات وبقولك أحيانا 12 مرة، وبالتأكيد بيبصلها زي يعملوا إيه، يحاولوا محاولة أنها تنجح وبتفشل بسبب الأنابيب المرتعشة، ومش عارف يخش البطن بسبب الالتصاقات الموجودة. هل ينفع أن نفك الالتصاقات هنا عشان نخش للأنبوبة؟ بالتأكيد لازم نفوق الالتصاقات عشان نوصل للأنبوبة. كان البديل يحطوا الإشور، وده حاجة زي اللولب بتخش من عند الرحم في الأنابيب وتتقفل الأنابيب.
مشاكلها بقت كتيرة جدا لدرجة الأشور يعني يكاد يكون بيندثر العلاقة بيه دلوقتي والعمل بيه. فبالتأكيد لازم ترفع الكفاءة وتتعامل على العجز اللي عندك عشان تعلى بيه وتعلى على نفسك عشان تواجه مشاكل هي موجودة وإحنا كنا جزء أصيل منها كجراح، وبالتالي لابد من حلها. مش مكتوب في الآية ما تقدرش اوعى حد يلمسك، ما فيش حاجة اسمها كده، لا يلمسك، بس هيلمسك بوفق علم وبوفق خبرات معينة. تعال نشوف، تعالوا نطير إلى أوروبا عشان نشوف كمان في المعنى اللي اتطرح فعلا تعبير مهم عن مقابلة الغرب للشرق، لأن طبعاً هذه المشكلات مشكلات معظمها شرقية، معظمها شرقية. ما هو لازم العلم يقابل الغرب يقابل الشرق عشان في الآخر خالص خدمة البشرية. بالظبط كده، تعالوا نشوف مع بعض. Sometimes with low-lying niche is situated as a cervical canal, the section of the niche leading to protrusion of blood-stained cervical mucus, you can see here. Also, the uterine contents and the many contents at the cesarean scar. Here, we grasp the bladder, you can see the mesh. We make the dimming and the illumination again to see the defect completely resolved. So now I think we know
What is the link is? Thank you. Is there any comment from the audience? Well, yes. After the repair, does the patient have a non-niche anymore, or what's the chance that it will occur again? Okay. We have some cases with the recurrent niche after the repair, and so for this reason we take the suture in two layers to make watertight, and then we start the restoration for about 2 to 3 months to assure that there is no any accumulation of the blood between the suture if it's not tight. I would like to ask you, for how many months, we advise the lady, if she'd like to get pregnant, to wait about 6 months, because we're afraid from the niche to be recovered again and with a cesarean scar ectopic may be. We have the privilege to hear a person who described for the first time this kind of technique. So I invite Professor Donet to make some comments in this presentation. Thank you very much for this presentation. Thank you very much to tell me I'm the first series that I didn't describe the first technique. The first technique was described in 2005 by Jacobson. He presented one case and he called that uteroperitoneal fistula. He's the only one guy who called that that name. With our experience, we have a lot of cases with this a great dense adhesion between the anterior abdominal wall or the bladder flap and the dense and the bottom of the defect. What would you advise regarding the removal of tissue and the amount of tissue to be removed? I think it clearly depends on the size of the niche and the residual biometry of it. If you want to have a good approximation between the tissue, you need to reach same biometry of it. So it means that it needs to be. If it doesn't be, it means that during the resection, you are probably into fibrotic tissue. And if you suture fibrotic tissue, you will never reach a residual myometrium thickness. So probably, in my experience, I remove more from side to side, and I go directly into same myometrium. And you have to observe the small drops of hemoglobin coming from the cervix and from the myometrium, and I don't use any coagulation to coagulate it. Sharp dissection. Yes, exactly. So thank you very much. حقيقة احنا دلوقتي على الشاشة كان شرفنا جدا وجود أرنولد فاتيه. أرنولد فاتيه ده يعني ده أسطورة أسطورة. وكمان أوليفر دونيه كان موجود. أوليفر دونيه ابن جاك دونيه ده برضو من أساطير من الناس العلامات الكبيرة أو في الرسم التاني. بس أرنولد فاتيه أنا عايز أشوف معلش يعني هم مش هيعرفوه في الصور بس جيبوا حاولوا ترجعوا كده في البتاع من غير صوت. والدكتور سيد يقول هو ده أرنولد. هو أرنولد فاتيه معروف كل العالم الناس كله عارفه وعالم الطب كله عالم الطب عارف مين أرنولد فاتيه. ورجل فرنسا الأول في الطب المناظير الجراحية المتقدمة اللي واحد من أهم اللي قدم قد إيه يعني حتى الإي ليكتشر والإي نوت وعلم الناس يعني إيه حب جراحة المناظير على مستوى العالم كله بإسهاماته المستمرة وقد إيه الإنسان اللي عايش اللي موجود ليل بنهار ما عندوش حدود للعلم وما عندوش حدود حتى جغرافية المرض ولا حتى جغرافية التعبير بكل حب وتواضع مع كل الناس في مستوى العالم كله. أوليفر دونيه وابن الثاني ابن جاك دونيه أساطير العلم في بلجيكا ونفس القصة برضو احنا الحمد لله احنا في الأمم برضو جزء معاهم من اليوتراين ترانسبلانتيشن والأوفيريان أوتو ترانسبلانتيشن اللي زراعة إن شاء الله ده في مشروع كبير برضو إن شاء الله يعني بيتم للناس اللي عندهم مشاكل
في مخزون المبيض واللي ممكن هيواجهوا عندهم سرطانات او عندهم امراض مناعيه او عندهم مشاكل بشكل او باخر وممكن هيتعرضوا الى اشعاع او يتعرضوا الى حاجه، ازاي نحتفظ بجزء من المبيض او مبيض بالكامل وبعدين بعد ما يتعالجوا وكل حاجه نرجع المبيض ده تاني عشان ما يتقاش يتعرض للإشعاع أو قل مخزون أو دمر تماما، وبعد كده لما يتحسن ويشفوا نقدر نرجع المبيض مرة أخرى أو بعض الأجزاء من المبيض اللي اتاخدت مرة أخرى. قد إيه العلم الليل بنهار بيزود الأمل وبيفتح أفاق جديدة جدا كانت منغلقة ومقفولة. عشان كده دايما بنقول إيه، أن بالعلم بيحيى الأمل من جديد. الأمل دايما هو اللي بياخدك للأفاق البعيدة قوي والأماكن المظلمة قوي عشان تنورها وتتنور وانت في الآخر بتستفيد وبتفيد بشكل من غير ما تشعر بيه خالص، كأن تيم ورك كبير جدا. قالنيش أنا كان سعيد جدا بوجودي في جزء تحضيري لعدد حالات كبير من النيش، وأعتقد أن أنتوا لما قدمتوا النيش في الانيوال كونجرس في الكونجرس في المؤتمر اعتقد انه حالاته كانت كتيره، هو كتيره يعني. والنهارده هنبسط للناس اكتر وايه التركيز على كل شويه بنتكلم على جزء مظلم كان موجود في حياتنا اللي وهو موجود بس كان مظلم والهدف منه ايه. تعال نشوف الهدف منه ايه، وهل نسبة انتشاره كانت موجودة ولا مش موجودة، وهل تشخيصه كان موجود ولا كان ميس دياجنوزد، وهل على أساس إيه أنه كان ممكن يغفل في تشخيصه، وعلى أساس إيه أنه دلوقتي بقى ممكن يكون تشخيصه بقى أرحب وأوسع. تعال نشوف كده بالظبط إيه هو القصة الحدوتة ماشية زي بتاعت النش. تعال نشوف مع بعض. من ثالث قيصرية نزيف على طول مستمر، ألم فظيع، تعبانة مع جوزي وتعبانة في البيت، كنتش قادرة أتحرك خالص، كنتش قادرة أتنفس، مش قادرة أمشي، مش قادرة أعيش حياتي الطبيعية. التهابات شديدة قوي وإفرازات كتيرة، حصل إجهاض مرة واثنين وثلاثة وأربعة، خمس سنين. لازم نفهم النيش النهارده لما بص عارفين بقى اللي هو يقول بص ما في احنا عايزين نفهم النهارده ايه هو النيش. لو عاوز تشوف حاجه كان بدانا بيها بس كان ليها معنى، لو رجعنا للبرومو الاولاني اللي كان في عربيه وفي مرايه جانبيه وانت كنت بتسالني عاوز تعرف عدى الثلاث ايام اللي فاتت دول عاوز تفهم فكر اول ما بعتوا لي البرومو طب هما مش فاهمين طب بصوا هو دكتور سيد عنده رؤيه كده هيشرح لنا لو سمحت يعني ركز بس انا عايز السؤال يجي من البرومو افكر الناس بس بالبرومو تعالوا نشوف مع بعض البرومو ايه علاقه النيش بالمرايه الجانبيه بتاعتك بكره الناس بكره انا بكره الناس ماشي حبيبي تعالوا نشوف
هو ده السؤال، ما هو العلاقة بين انفجار الرحم أثناء الحمل وبين المراية الجانبية في السيارة؟ صحيح. إيه بقى؟ طيب. إسقاط وكايرونيس. واللوجو بتاع كايرونيس. هو الهدف يعني يا دكتور، يعني كل واحد منا ممكن كل يوم وهو رايح شغله أو رايح أيا كان وظيفته كانت إيه، بيشغله ليل بنهار تفكير حدث بشكل ما، واخده لدرجة حتى هو راكب العربية ممكن يفاجأ أنه هو قطع مشوار ساعة أو ساعتين من غير ما يشعر بالطريق عشان في حاجة شغلاه، يلحق مريضة، ينقذ مريضة، رايح لأيا كان وظيفته، قضية رايح لها، وانت في العربية طول ما انت سايق بتبص أحيانا في المراية الجانبية أو الخلفية زي مع الشاشة كده، بتشوف في المراية الجانبية أو الخلفية بتشوف العالم اللي حواليك، انت سبقت أحداث وفي نفس الوقت أحداث ثابتة، وبتبص تلاقي وراك في عربيات جاية بسرعة ممكن تتخطاك. ايه الهدف ده؟ ايه معنى؟ طيب يعني اكتر زي اي دكتور نسا، اتصال على الفجر، دكتور تعالى الحق، ايه حاله في ولاده وكولابست، كولابست يعني انخفضت معدلات الحيويه وبتجري بسرعه، الحق اعمل قيصريه، ايه ده انخفض نزيف، بتفتح بتلاقي في انفجار رحم، رابشر يوترس. تعاملت مع الحدث سواء كان الرحم ده قدرت تصلحه او كان بياند التصليح الفيكسيشن تاني، وبتشيل بتعمل هيستريكتومي، اضطر تشيل هيستريكتومي. البيبي ده ممكن احيانا يبقى توفى لانه خرج بره، او انتروترين فيتال ديث، مات داخل الرحم لسبب او باخر، او بالموت، او ان حتى المريضه ممكن لا قدر الله هي نفسها تروح. سيناريوهات بتتكرر، ممكن ده يتم في اثناء الولاده، ممكن يتم في اي مرحله من اثناء الحمل، 20 اسبوع ورحم ينفجر، او انت بتولد بتفاجأ ان في مشكله، طلعت البيبي جيت تطلع المشيمه تلاقي المشيمه في حاجه اسمها ايه، مشيمه انكريتا، يعني انغمزت في داخل الرحم، او بيركريتا كمان خرجت من الرحم. لو جبت صور المشيمه يعني انغمزت في رحم او خرجت من رحم، وكمان ممكن تكون لزقت في المثانه البوليه، فهتشيلها بالمثانه البوليه، هتخلي المشيمه يحصل نزيف رهيب لا يتوقف، ممكن المريضه تروح تماما. ايه ده؟ ده في مريضه حصل حمل داخل الرحم خارج الرحم. يعني ايه داخل الرحم؟ دي صور من المشيمه اللي موجوده داخل الرحم خارج الرحم. يعني ايه؟ يعني حصل، شوف المشيمه بدات ازاي تبقى موجوده من خلال الرحم وخرجت بره الرحم. طيب دي صور من بيوريك قد ايه المشاكل الصعبه الموجوده. بس نرجع بقى للاستوديو هنا عشان ايه ما نتشتتش مع الناس. جينا هنا بتلاقي ان المشيمه بقت بتبقى في الوضع الطبيعي، ان الجنين داخل الرحم وكأن الشمسية بتاعته فوقيه اللي هي المشيمة ولازقة في الرحم، بتولد الطبيعي، تولد البيبي وبعدين الحبل السري وبعدين آخر حاجة المشيمة. طب لو كانت المشيمة سابقة الطفل وموجودة في جرح قيصرية قديم، وبالتالي تبقى دخلت وانفيدت فيه لأن الجرح القيصرية رقيق، انفيدت يعني غمست نفسها، انغمست وبعد كده تاخد في المثانة البولية قدام، أو إنها ممكن تنغمز لدرجة إن لابد إنك تشيل الرحم، أو أحيانا النزيف لا يتوقف، لازم يشيل الرحم. طيب وبقى لترات من الدم اللي ممكن تتنقل، والله أعلم المريضة ممكن المشاكل اللي ممكن تتم قد إيه، أو هتلحقها ولا مش هتلحقها. زي ما اتفقنا قلنا إيه ده؟ ده حمل خارج الرحم غير مشخص. ليه؟ لأن الحمل اللي خارج الرحم داخل الرحم، يعني إيه؟ في جرح القيصرية، في النيش ده، في النيش نفسه، في الفتء، في الفتء ده اللي احنا لسه مش عارفين انه فتء او لا، هو فتء وبعد كده تكتشف ان ايه، ان في تتر بيزيد، وانك انت مش عارف تتر الـ يعني اقصد لما بتعمل حمل رقمي
بتلاقي التتر زايد وبالتالي انت مش لاقي ان الرحم فاضي. وبعدين ايه ده في تجويف، ايه ده حمل ده ولا بقايا حمل ولا كان حمل في 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 التجويف اللي بتاع الرحم وبحصل يحصل له ابورشن اجهاض ولا موجود في القناه عنق الرحم. التشخيص المقارن ايه اللي موجود ده؟ طيب ده جزء للمرضى اللي هم حصل معهم حمل. طب المرضى اللي ما حصل لهمش حمل بقى بمعنى ايه؟ وهي نون بريجننت يوترس، ما بتح مش حامل ولكن عندها الام، والام مبرحه، والام مع الجماع، والام مع الدوره، ودوره غزيره، ودوره تيجي انترمنسور بليدنج بعد ما الدوره تقطع وتخت يعني خلصت ينزل عليهم دم تاني، والم في الجماع، واحيانا تبول ومشاكل في التبول، ويتعمل سونار ويتعمل تحاليل ويتعمل 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 وتفاجأ ان مفيش حاجه عندها ولسه المريضه بتشتكي. وبعدين لما نقرب بالتشخيص اكتر نقول ايه، ايه ده، ده عندها نش. فكانت المرايه بالنسبه لي وانت سايق ان لما بيحصل حدث ادي زي حادثه العربيه، لو رجعنا شويه لحادثه العربيه ورجعنا كان بالتاريخ لورا شويه، لو كانت ماشية بسرعة معينة أفضل، لو بسرعة سريعة، اللي كان في مشكلة ما تصدمت، ولا تمركز. أصلاً المراية الجانبية فيها حاجة اسمها البلايند سبوت، النقطة العمياء. كتير جداً بيسوق العربية وما يعرفش إن المراية الجانبية اللي جنبه ممكن تخدعه. يعني لما يجي وانت سايق العربية ما بتجيبش كل محيط العربية اللي انت سايقها، ففي النقطة العمياء اللي موجودة اللي بتبقى العربية اللي جنبك وصلت لنص عربيتك انت مش شايفها، وتيجي تحود يمين او شمال تخبط في العربية. البلايند سبوت، الميس دياجنوزيس، يعني وكأن في بجد عربية جنبك بس انت مش شايفها، يعني بجد في مرض بس انت مش شايفه. ده الميس دياجنوزيس، ده التشخيص اللي ضلينا في تشخيصه، بمعنى انك تعمل سونار ويبان الرحم ما فيهوش مشاكل خالص. ولما تيجي عشان المراية الجزء الأعمى في المراية ده عشان الناس تتفاداه بدأت تعمل تقنية تانية، تعمل مراية صغيرة، فتعمل مراية صغيرة فوقيها أو في نصها تجيب الجزء الأعمى من العربية زي كده عشان تجيب محيط العربية بتاعتك بالكامل، وبالتالي ما تخشش في حادثة. لأن معظم الحوادث اللي حصلت على الطريق حصلت بسبب النقطة العامية اللي في العربية. ديد سبوت. ومعظم الحوادث اللي حصلت في الطب بسبب ان في تشخيص ضل تشخيصه من البداية. حتة في الجدار مش شايفينها كويس. هي دي اللي عملت المشكلة. سواء كان في تحليل. سواء كانت مش باينة. او انها او ان انت مش عارف تدور عليها ازاي. اوكي. لان النش منلي هو سينوجرافيك فايندنج. يعني يتشخص اصلا بالسونار بس مش بالتقليد السونار، ان انت عشان تشوف تعرف ايه النش، وقلنا ان هو كراكس وان هو اندنتيشن او تاكل في جدار الرحم. بمعنى يعني شرخ، بمعنى شرخ، بمعنى ان لو الرحم الاول نفسر ده بعد نجيب صوره، المريضه عملت قيصريه، سواء كانت قيصرية تقليدية عند 38 أو 39 أسبوع لحمل مكتمل، اتعملت قيصرية نتيجة عدم تقدم الولادة، أو كانت ولادة متعسرة، أو إن كانت بتولد في البيت، أو بتولد مع حد وتأخرت في الولادة فلحقت عشان تروح تعمل القيصرية. فاتعملت القيصرية ثلاث أنواع أو أربع أنواع أو خمس أنواع من المواقف المختلفة. قيصرية تقليدية في إيد جراح ماهر فتح الرحم وطلع البيبي وخيط الرحم في الطبقات المتعرف عليها، ادي واحده. او قيصريه على عجل وفي نزيف او تاخر في الولاده، تمدد الجزء الاسفل من الرحم وبقى اللي هو حوالي 2 3 سم بقى حوالي 5 او 10 سم، اتفتح القيصريه وطلع البيبي وخرج مفيش مشاكل. او ان حصل مشاكل اكبر وحصل انفجار في الرحم ودخلت واتخيطت وخلصت، او مريضه كانت عامله استئصال اورام لفيه قبل كده وحصل ضعف في جدار الرحم بشكل او باخر. نتج عن ده حاجه
زي الجراحة القيصرية زي أي جراحات موجودة في الطب. ليها حاجة ريسنت كومبليكيشن وريموت كومبليكيشن، في مضاعفات الآن دلوقتي ومضاعفات فيما بعد. يعني قيصرية ممكن تبقى ماشية مرور الكرام ومفيش مشاكل، قيصرية حصل تجمع دموي اتفتحت مرة تانية، قيصرية حصل التهاب دخلت في مشاكل فتحتها عشان تخيطها مرة أخرى، أو في نزيف أو 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 جرح من برة أو النصور حصل أو 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 ما حصلش أي حاجة. أو ريموت بعد كده من بعد 6 شهور أو سنة أو سنتين أو 3 أو 4 تشتكي المريضة بشكوى مختلفة يضل تشخيصها لدرجة تخش في مقارنة بعطانة الرحم المهاجرة. ان ايه ده، ده انا الم اه نفتكر ان ابطلت رحمه الم في الجماع الم في الدوره كل الصفات بتاعه البطانه نقط دمويه بعد الجماع مشكله رهيبه. يجي زوجين المشكله عندها ان ما عندهاش الم ولكن كل ما بيحصل جماع بينزل دم وعنق الرحم ما فيهوش قرحه وما فيش مشاكل عندها خالص، والزوج بقى يعزف عن العلاقه بينهم وبين بعض لان كل مره حاسس ان ده اذى، حاسس ان هيحصل له مشكله. بيقولوا له لو الدم حصل في الجماع هيحصل لك امبوتنس، يعني مش هيحصل انتصاب مره اخرى، فمشاكل كتير. ده مش حقيقي. يعني اتقالوا له معتقد. معتقد احنا بنتكلم كتير والكلام الكتير بيعمل انفورميشن ومعلومات كتيره، والانفورميشن الكتير بيعمل كونفيوجن وارتباك في المشهد بيخلينا نضل ما بقاش عارف تمشي في اي اتجاه. واحنا بنتاثر ببعض، انت مهما كن قاعد قصاد دكتور ليل بنهار ومذاكره وحافظه ومصدقه، لما بتروح امك او امها واختك او اختها ممكن يلخبطوا لك قواعد تانية لان هم الاقرب وهم اللي بيكلموك دلوقتي وهم تاثيرهم دلوقتي فبيحصل لي لخبطه تاني، وده حياتنا كلها. فتعالى نتكلم ونقول الناس كان بتشيك ازاي، وبعد كده بدانا نعمل طريقه ازاي نفسر كلمه النش، وبعد كده النش اللي هو بقى متعارف ان الكسريات زادت في العالم قوي. نسبة الكسرات في العالم دلوقتي تكاد تكون 70% من اللي بيولدوا كسرية. يعني انت لو بصيت يمين كسريات، شمال كسرية، فوق كسرية، تحت كسرية، لو عندك جيرانك لو قرايبك كسريات، هل الكسريات زادت بسبب ايا كانت الاسباب بقى، استعجال ولا التقنية زادت وبالتالي اكتشفنا مشاكل كانت ممكن تضل الاجنة اللي كان بينزلوا سي بي وسريبرال بولسي ومشاكل كتيره جدا، فبتنقذهم وسائل التشخيص المختلفه اللي خلت نعرف نشوف الجنين ده ممكن نقص الاكسجين اللي زاد عنده وايا كان. كسرات زادت مش في مصر، زادت في امريكا، زادت في الصين، زادت في اوروبا، زادت في كل الدنيا. لما زادت الكسريات لان معدل وجود النش او البهو ده او الشرخ ده او الفتق او الفتق الغير مكتمل ده، لان لما يكون فتق مكتمل خالص بيبقى اسمه ناصور رحمي او ايا كان، ادى الى انتشاره بقى توصل من كام؟ من 6.9% الى 69%. يعني حتى كمان الوايد رينج ده يؤكد ان لسه مازال ناس كتيره جدا ما تعرفش عنه حاجه، ومازال انه في مشكله كبيره جدا. عشان كده عاوزين النهارده نستعرض عنها ونوري للناس مشاكل كتيره لو بالمرآة الجانبية كنا ممكن رجعنا لورا كنا نتفاداها. لو بالمرآة الجانبية لو كان أول ما بيحصل إمبلانتيشن وانغماز للأجنة وانغمزت تحت أنهي الحمل ولا خليه يكمل؟ يعني لو حصل في سيرفايكال عزي نش أكتوبك أو سيزيريان سكار بريجنانسي، حصل حمل في جرح القيصرية، أسيبه ولا أنهيه؟ ولو نهيته أنهيه بأني طريقة؟ بالكحت التقليدي واحصل ناس في رهيب ممكن المريضه تروح فيه، ولا ان انا هدي حقن وادويه بشكل معين داخل الكيس ده وهطلعه بعد كده بمنظار او حتى اشيله مانوال بالسكشن، هل اعمل يوتراين ارتري امبولايزيشن اعمل سده شريانيه في الشريان الرحمي عشان اقلل النزيف، ولا اقدر اعمل تدخل بكل التقنيات دي عشان اقلل النزيف واحافظ على الرحم، ولا الاهم على المطلق ان انا اكون شخصت الحاله دي. طب لو لقيت الحاله والنش الموجود هل ينفع ان انا اسيبه لمريضه تحمل في وجوده ومتابعه بشكل معين زي ما الدراسات بتقول ان ممكن اكمل بيه الحمل بس ما كملش الحمل للاخر عشان ما يحصلش انفجار للرحم؟ هل لو عملت IVF وحقن مجهري وانا عارف ان في نش موجود
هل اعمل حقن مجهري بجد في وجود النش ولا اصلح النش الاول؟ طب لو عملت حقن مجهري انقل كام جنين؟ واحد ولا اتنين؟ ولا الافضل لو بنقول ان ازاي بنحاول نحط تلات اجنة عشان نزود فرصة الحمل بس مع النش على اقدر اعمل حاجة زي كده؟ طب افرض جنين انغمس فوق واحد تحت، هنهي الحمل؟ طيب هل اخد كونسنت على المريضة عشان اعرفها زي ما بيتم ان في نش عندك وفي فرصة ان ممكن الرحم ينفجر واحنا شغالين اثناء الحمل؟ ولا المريض يعرف ايه وما يعرفش ايه عشان يبقى مرحلة الحمل مرحلة امنة ونقلل المشاكل لو بصينا في المراية الجانبية قبل ما تحصل الحادثة وفي البقعة العمياء او النقطة العمياء في المراية الجانبية عشان ما يضلش التشخيص ونشخص صح؟ ولا نسيب الامور تبقى ماشية ازاي؟ الرحم هذا هو الرحم، هذا هو الرحم، حتة في الجدار بتاع الرحم ضعفت عملت انبعاج خارج جدار الرحم، هذا الانبعاج هو المشكلة. أنت الآن كدكتور وكمريضة وكعائل تتعاملون مع قنبلة موقوتة، أنا بقى بسميها قنبلة موقوتة. طبعا طبعا دي حقيقة. خليكم مع الدكتور.